المؤشرات المتعلقة بالمرحلة الثانية، طبعا رغبات الطلاب هي اللي بتكون المتحكم الرئيسي في الحد الأدنى للكليات، لأن أنا دلوقتي كلنا طلاب خريجين الشعبة العلمية، ممكن أنا أكون جايب مجموع على سبيل المثال كلية التمريض أو الطب البيطري، بس أنا مش حابب أدخلها فهسجل في علوم، هسجل في زراعة، فبناء عليه هي الرغبات اللي مكتب التنسيق شغال على فرزها الآن هي اللي المتحكم الرئيسي في وضع الحد الأدنى. ولكن احنا عايزين نطمن برضو اولياء الامور ونطمن طلاب الثانويه العامه ان كل طالب ليه مكان في منظومه التعليم الجامعي في مصر، ليه فرصه في الالتحاق بالجامعات وليه فرصه في الالتحاق بالمعاهد. حدود الدنيا ممكن نقول مثلا طب بيطري وتمريض قد تصل الى 88 و87% في تنسيق المرحله الثانيه، وايضا كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي هي بتاتي في المرتبه الثانيه بالنسبة لرغبات طلاب الشعب الهندسية، وكلية هندسة كانت مسجلة 85 في المرحلة الأولى، فإذا هي تقل عنها بواقع 2 ل 3% في المرحلة الثانية، ممكن تصل ل 82% الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي. هي أكتر الكليات اللي عليها إقبال السنة دي سواء علمي أو أدبي؟ هو يعني هي رغبات الطلاب متفاوتة بالنسبة من طالب لطالب على حسب هوايته. اللي يعني بين في المرحلة الأولى إيه؟ المرحلة الأولى طبعًا كان الإقبال على الكليات اللي هي ذات القطاع الطبي والقطاع الصحي، بالدليل إن هي قفلت وما نزلتش في المرحلة الثانية زي كليات الطب لسه البشري. لسه المصريين بيفكروا زي ما هم. بالظبط يعني لسه ما زال التفكير المصري طب هندسة طب بالظبط، وطب اسنان وعلاج طبيعي يعني وسياسه واقتصاد بالنسبه للشعبه الادبيه واعلام، يعني هي نفس الرغبات، بالدليل ان هذه الكليات ما نزلتش مرحله ثانيه، فبالتالي هي خدت الطاقه الاستيعابيه المحدده من قطاع الكليات دي والمحدده من اللجنه العليا للتنسيق، فبناء عليه دي انتهت وخدت الطاقه الاستيعابيه. هل في مؤشرات تقول المرحله الثانيه ايه اكتر الكليات اللي عليها اقبال؟ ما هو دي ما بيبقى يعني من المبكر ان احنا نحكم ده، لان ده زي ما قلت لحضرتك مكتب التنسيق شغال عليها لسه، لا بيفرز لكن مفيش لسه بيفرز الرغبات في الوقت الحالي. بعد الانتهاء من الفرز بتجتمع اللجنه العليا للتنسيق لوضع اللمسات النهائيه للنتيجه ومن ثم اتاحتها على موقع التنسيق الالكتروني. طب خليني اروح للشعبة الأدبية، انت قلت لي سياسة اقتصاد واعلام، هل نفس الترتيب القديم برضو ماشي في ذات السياق مع الأسر المصرية؟ هي دي تعتبر الوجهة الأولى لطلاب أدبية، يعني ألسن تربية آثار. بالفعل ألسن وآثار وسياسة واقتصاد واعلام، هذه هي قائمة الكليات اللي يطلق عليها كلمة كليات قمة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، ولكن احنا برضو حابين نوضح لطلاب الثانوية العامة مفيش حاجة فيها نزلت مرحلة تانية؟ آثار نازلة مرحلة تانية، ولكن احنا بنتكلم على ان الوجهة الأولى لطلاب الشعب الأدبية هذه الكليات، وانا حابب أقول لطلاب الثانوية العامة وانتهز الفرصة النهاردة ان مفيش فرق بين كلية قمة وكلية قاع، وان جميع الكليات مهمة، جميع التخصصات أصبحت مطلوبة في سوق العمل اللي موجود دلوقتي، فبالتالي ان الطالب أيا كان التخصص اللي هو هيلتحق بيه للدراسة عليه أن ينمي مهاراته وينمي مواهبه ويثبت ذاته داخل هذا التخصص من خلال التفوق، هو ده المعيار الرئيسي وليس الدراسة الأكاديمية والتخصصات.